السباحة مرة أخرى ترفع التحدي. 51 ميدالية من بينها 22 ذهبية على ما أظن بالأخرى عادية. كان فيه هذه المنافسة تاع السباحة منافسة هي اللي كانت شاركوا فيها أكبر عدد من الدول 12 دولة الحمد لله. كانت فيه أكثر من 8 حد أدنى مؤهلة لبطولة العالم في قطر 24. وكما تعرفوا أن هذه المنافسة سجلناها الاتحاد الجزائري للسباحة كان سجلها كمنافسة تأهيلية لبطولة العالم والألعاب الأولمبية. الحمد لله اليوم كان فيه أكثر من 8-9 ويمينيما غياليزي بور لي شامبيونا دو مون تاع الدوحة إن شاء الله. وكان فيه 11 رقم قياسي عربي وثلاث أرقام وطنية جزائرية. إذن لما تقاس هاد يعني لي ستاتستيك هادو كاع راهم اون فافور دو سيت ديسيبلين والحمد لله. ما علينا الا نقولوا شكرا للسباحين.